بتعليمات من الملك محمد السادس، المغرب يطالب بعقد اجتماع طارئ للدول العربية. دعا الملك محمد السادس ورئيس لجنة القدس إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها بتعليمات من الملك محمد السادس دعت المملكة المغربية رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكاد البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.